حبل الكذب قصير، حد بيعرف شو قصته؟ تعرف معي على قصته. كان في تاجر عراقي من بغداد عنده 10 من الخدم بقصره، ويوم من الأيام انسرق من عنده كيس من دنانير 1000 دينار، ودور على السارق كتير وما قدر يوصل له. بعد تفكير عميق وطويل توصل لفكرة، جاب الخدم كلهم وعطى كل واحد منهم حبل نصف متر وقال لهم بكرة الصبح يجيبوه معكم، والسارق رح يزيد حبله 10 سنتيمترات. فعلا راحوا، وتاني يوم الصبح اجا بقيس الحبال، كل الحبال قياسها ظابط الا واحد، كان حبله ناقص 10 سنتيمترات. عرف انه هو السارق. هو اللي صار انه السارق وقت راح البيت قص من الحبل 10 سنتيمترات ظنا انه فعلا حيطول الحبل، فاكتشف الموضوع بذكائه التاجر، واكتشف السارق وقدمه للشرطة. وهذا المثل اللي بنقوله حبل الكذب قصير. العبرة قد ما لفيت وقد ما درت وقد ما حاولت تكذب حيكون حبل الكذب قصير. إن عجبتكم القصة اكتبوا لي بالتعليقات، وحياكم الله.